إذن لقد شاركتم في عملية الإيردروب وانضممتم إلى تجمع الألعاب الذي يعطي المكافآت اليومية بعملة ألتيما المشفرة لقاء تجميد توكنات بول. إنكم تعلمون بالفعل كيفية تحصيل مكافآت يومية من التجمع. الآن دعونا نتحدث عما يجب فعله بالمكافآت المستلمة لزيادة أرباحكم. أسهل طريقة وأكثرها ربحية هي تجميد المكافآت المستلمة في تجمع ألتيما، وفي هذه التعليمات نوضح لكم طريقة التجميد في تجمع ألتيما بسهولة وسرعة. كونوا معنا وسترون أنها سهلة وسلسة جدا. تجميد التوكينات فريزينج. قبل الشروع في عملية التجميد انتبهوا إلى قاعدة مهمة جدا. أي إجراء يتعلق بتجميد التوكينات ألتيما أو إلغاء تجميدها يؤدي إلى تصفير مهلة انتظار المكافأة بعملية التقسيم والتي تقدر ب 24 ساعة. فمثلا إذا استلمتم مكافأة منذ 20 ساعة ولا يزال أمامكم 4 من أجل استلام المكافأة التالية، إذا قمت بتجميد التوكينات ألتيما أو ألغيت تجميدها سيتم تصفير مهلة انتظار المكافأة إلى 24 ساعة مجددا. كما يجب مراعاة أن عملية التقسيم تتطلب توافر كونات سمارت في رصيدكم، فلا بد منها لسداد تكلفة تنفيذ العقد الذكي. إذن نوصي بتوافر حوالي 10,000 سمارت كوينات في رصيدكم لتتم العملية بنجاح. افتح سمارت وولت خاصتك وانقر على شعار ألتيما. سترى معاملات ألتيما كافة ومن ضمنها المكافآت الواردة آنفا. في النافذة الجديدة انقر على أيقونة التجميد. في النافذة الجديدة سترى الرصيد المتاح للتجميد وأجمال التوكنات المجمدة. لتجميد التوكنات انقروا على زر فريز. تتم عملية التجميد على مرحلتين. في المرحلة الأولى إنك تجهز التوكنات ألتيما، وفي الثانية يتم تجميدها. في النافذة التالية انقر على زر Prepare Ultima. في النافذة التي بعدها يجب إدخال كمية التوكنات المراد تجميدها. أدخل الكمية المطلوبة وانقر على زر Prepare for Freezing. ثم يجب تأكيد الإجراء عبر البن كود. في النافذة الجديدة أكد على تجميد التوكنات بالنقر على زر Confirm Freezing. بعد ذلك عليك التأكد من الإجراء ثانية عن طريق إدخال البن كود خاصتكم عن طريق الفيس آي دي أو عن طريق وضع بطاقة سمارت ديفندر على هاتفكم الذكي. إذا قمت بجميع الخطوات بشكل صحيح تظهر رسالة تهنئة مفادها إتمام جميع التجميدات بنجاح. يمكنك إلغاء التجميد بعد مضي مهلة شهر من التجميد. كيف يمكنك طلب المكافأة مقابل توكنات ألتيما المجمدة؟ في وسعك تحصيل المكافأة اليومية بين تكون التوكنات مجمدة. يتم طلب المكافأة للحصول عليها. للقيام بذلك على الشاشة الرئيسية في سمارت وولت انقر على أيقونة ألتيما، وفي النافذة الجديدة انقر على زر سبلتينج. سيتم فتح شاشة بالتفاصيل لعملية التقسيم. انقر على زر كليم ريورد في أدنى صفحة التطبيق. سيتم فتح شاشة حيث يمكنكم تأكيد الموافقة على شروط الاستخدام. انقر على المربع ليتم وضع إشارة صح، ثم انقر على زر Confirm. ممتاز، تم الشيء. بذلك يكون قد انتهيتم من طلب المكافأة وتظهر رسالة تفيد بذلك. لا تتردد في المشاركة بعملية التقسيم وطلب المكافأة كل يوم. حظا سعيدا لك. لا تتردد في التواصل مع خدمة العملاء إذا كان لديك أي استفسار. تسعدنا خدمتك.